هون مدرسة وهون انتو كلكن مثل بعضكن وانتو جايين لهون لحتى تتعلموا مش مشان تعملوا مشاكل. هالحكي قولي للمعلمة والاستاذ اللي كل يوم بحمسونا على بعضنا مش لقلنا. انا عم فهمكن لقلكن انتو وانتو اللي لازم تفهموا. وليش طلاب الست هند نطرونا بالكرادور وضربونا؟ نطروك بالكرادور لانه حضرتكن انتو استاذكن المحترم بلشتوا بالاول بالاضرابات والهتافات. حضرة الناظرة انا امبارح كلت قتلي مرتين، مرة من الطلاب ومرة من مرتي، قول كيف رجعت على البيت مضروب. وانا هلا ان شاء الله بدي فك رقبتك اذا بعد بتعيدها، بتكون القتلة الثالثة مني انا. ايه بس لو ما صار في معركة امبارح ما كنا اخذنا كل مطالبنا. يا حرام، وشو هي دخلك مطالبكن اللي ناقصة؟ انا ما بعرف، الاستاذ قالنا اخذنا كل مطالبنا خلاص، يعني اخذنا مطالبنا. ادل عليكم. مين منكن يا شطار بيعرف امبارح انتو ليش اتخنقتوا مع بعضكن وليش ضربتوا بعضكن وشو هي مطالبكن اللي اتخنقتوا كرمالها؟ تحسين وضعنا كطلاب. لا. تخفيض القسطات المدرسية. لا. المطلب الوحيد يلي تحقق هو انه الاستاذ والمعلمة تصالحوا مع بعضهم. ليش هن كانوا مختلفين؟ نعم حبيبي، ومشان هيك انتو تحمستوا على بعضكم وضربتوا بعضكم. مزبوط، امبارح لما اجى الاستاذ قال صالحت مع الست هند ووصلتنا كل مطالبنا. شفت؟ حتى تعرفوا حالكم ليش تحمستوا على بعضكم وضربتوا بعضكم وليش تصالحتوا مع بعضكم. هلأ إذا تخانقوا بيعلقونا وإذا تصالحوا بيصالحونا؟ نعم حبيبتي هيك صايرة، ومشان هيك أنا جمعتكن اليوم هون لحتى تفهموا الحقيقة ولحتى من اليوم ورايح تنتبهوا بس على دروسكن مش على مواقفهم العاطفية. أدل عليك يا أبو عبد على هالعلقة. قلتك إسا برجع شوف مرتك. أعمل ذروع على البيت. ولا تقطيع اللي تقطعكم إن شاء الله سكتوا لحتى نشوف وين علقانة. خلص سيطر. ولو ما بتسحي على دمك رعبت المنطقة كلها حتى افتكروها علقيت. شو خاص المنطقة؟ أنا ما برعب المنطقة، أنا عم برعب ظريفة. عم ترعب ظريفة؟ ما فكرت بالتلاميذ اللي ممكن يصير معهم بالقلب من الخوف؟ ماني معهم بالقلب من غير خوف وانفجارات. ولكن ليش عم بتطرطق لي فيها؟ حبيبتي لأنه ظريفة مجمع كل طلاب المدرسة وعم تحرضوا ضدنا. لا أنا شفت ناس بلا ذوق بس مثلك بعد ماني شايفة. شوفي هنود ما تطولي لسانك. وطي صوتك ومشي معي لجوا. هلا ما تستعملي معي الفيتو. ما تخليني استعمل أسلوب تاني ها؟ بكل حال ما خصك انت بيني وبين ظريفه. بلا خصني لانه نص سكان المنطقه صاروا بالملاجئ هلا. تفضل قدامي لشوف. ما تعيطي تحبيني. فوت قدامي فوت. اخ ولك تقبرني الست القويه. ويسلم لي الرجال المطيع اللي بيسمع الكل. اتفضل. تفضلي. دخيلك يا ست ظريفة، ما عندك راديو لحتى نعرف وين على الآن؟ لك راديو فيه بس بدك إجرين تساعدني امشي. أنا إذا هدوها بدي أرجع على البيت. وإذا هدوها لشو حضرتك بدك ترجع على البيت؟ شو لأنه ما في معي بنطلون تاني. وأنا أقول مني خلاص كتي أنت. ولك اسكتوا كلكن لنعرف شو صار. أكيد هربوا على الملاجئ. يا عمي هني بدون انفجارات ما عم بيدرسوا. كيف هلا؟ أكيد نسوا كل شي علمتهم إياه من أول السنة لليوم. هنود
طلابي وين؟ طلابي وين؟ ما قالك عين تسأل طلابك وين؟ هربوا أكيد على الملاجئ. الله يستر ما يكون صار لهم شيء كمان. قلت لي أنا إذا صار لهم شيء أو لك أهلهم بخلوني طيب؟ شو ما بيقصفوا عمرك لأنك بتستاهل. أنا كان كل قصدي إني أنا أرعب ظريفي ونسيت على إنه طلابنا من غير رعبة مرعوبين. طيب تفضل روح قل لهم إنه ما في شيء خليني أجي على الصفوف. دخلك إذا أبو عابد صار له شيء أنا وين بدي أجيب أبو عابد لأهله؟ ولا بيرو؟ بيرو يلي أمه شايفته جون ترافولتا. ولا أماليا؟ حلو جوزة بكرة إن صار رشي ما يقبل بوحدة بده أربعة بدلة. لك حاجة نق حاجة نق تقتل القتيل وبتمشي بجناسه وبعدين نق نق نق. هنود الله يخليكي ما تتركيني لوحدي بالمعمعة. الله يطولك يا روح رايحة معك تفضل. لأنه بخاف إذا عرفوا بعدين يصير أنا بخبر كان حبيبتي. خلص وطي صوتك ومشي خلصنا. عراسي لحظة ladies first. أنكن هالدواء ولا عني برد السلاح. ولك يا عمي ما تخافوا أنا معكم ما تخافوا. الشفيق روح جيب التليفون. مال أنت تبعتي إلي أنا وحيد امك ينجفوا زنبغي مكوزا الحضرة الناصغة. انا الماما قالت لي بس يصير ضغب اوعى تضهر من الوكر. قدرني انا على حشي هند الحمد لله السلامة. منين جيتوا؟ من البيت. ليه؟ ايه وين كنت قلقاني؟ وين هالضرب؟ تفضل قلو. هي ما كانت على انس الظريفي، هيدا كان خرق لجدار الصوت. ايه خرق لجدار الصوت راح نص عمره. اه مرعوبه لك مرعوبه الظريفه. هلا معيب عليك خوفين ومخوفي كل الطلاب. انا ماني خايفه يا استاذ، انا خايفه على هالطلاب الابرياء. اذا صار لهم شيء شو ذنبهم؟ يلا شباب يلا كلكم على صفوفكم يلا. اكيد ما بقى في شيء يا ابا. ابدا ولو يا ابو عبد شو عم بمزح معك انا. تفضلوا يلا مشوا يا شباب. الحمد لله سلامة. يعني خلص يا معلمتي. لا خلص خلص خلص. الله لا يوفقهم كيف عم يرعبونا. انقطع نفسي وكان واقف قلبي. انا بلغت الطلاب باقساط المدرسه وهيدول مذكرات اداريه بتبلغون لطلابكم او الدفع او الطرد. ليكي كيف مصفرة، أكيد صار معها عريقان. مبسوط يعني؟ شوفي أنا أسعد لحظات حياتي وقت اللي بشوفها مريقني. شرفي. على كل حال سلامة قلبك أستاذ ظريفة. الله لا يسلمك. والقايل عن إذنك إذا عرفي تكون أنت قلتي لها دغري. خلاص روح على صفك بقى. بأمرك أنا. شو بو هيدا عبكرة؟ قال ما بيقدر يعلم إلا ما يسمع مني كلمة حلوة. قطيعة غزل عريق. غزل عريق. مش معقول يا ظريفة. سيد ظريفة بشرفك عند عبكرة. الكلمة الحلوة مش أحسن من صحن الفول؟ لا أحسن من صحن كنافة. لك يا قبشتني الحلو يا قبشتني العسل. حل أيامك سيد ظريفة. لك روح من وجه أحسن ما سود وجهك. خلص عراسي ولو بتموني. سيد ظريفة. نعم. ليش وشك أصفر؟ من الرعبة. بجيب لك طاسة الرعبة. لك بدي جيب لك عزرايل يخطف نفسك ويريقني منك. بديك المزبوط خفنا كتير بس كان بدي تشوفي كيف كانت هالبراعم عم بتفرفر بين يدي من الخوف. مين البراعم؟ هالطلاب الأبرياء المساكين. هدول اسمهم براعم يا ست ظريفة. هلا قليلي صحيح أصوات الانفجارات اللي كانت طالعة هدول خرق لجدار الصوت؟ لا ما أنا قلت هيك. قليلي وين كانت علقانة؟ ولا كانت علقانة. شو لكان؟ الأصوات اللي سمعتيها حضرتي كانت لصادرة من الموتوسيك تبع أستاذ إبراهيم. موتوسيك؟ نعم. لا احنا كنا عم نسمع انفجارات. لا صدقيني ست ظريفي كان داير الاشطنه تبع الموتوسيكل صوب المدرسه وقاعد يفرقع فيه على الطريق. الله يفرقع قلبه البعيد. طيب ليه عم يعمل فينا هالرعبه على بكره؟ قال انت عم تحرض التلاميذ ضدنا. انا؟ ايه يا ويله من ربه. انا كنت جامعه التلاميذ عم فهمهم الحقيقه مشان ما يرجعوا يضربوا بعضهم مثل امبارح. ولا يا ست ظريفي هو اعتقد انه هيدا موجه ضده فقام وجه اشطنه الموتوسيكل ضدك. هنات دخيلك شو بدي اعمل بعد لهالزلمه لحتى او يحل عني او انا حل عنه؟ شوفي ست ظريفه الحقيقه احسن شيء بتعملي انك تعملي معاهده صلح، معاهده صداقه بينك وبينه، هيك بتخلصوا اثنيناتكم. لا هنود هذا ما بيتامن له.
خايف اليوم وقع معه معاهدة صداقة أو بكرة يخرقها. لا حرام ست ظريف إبراهيم، فعلا طفل وقلبه كتير طيب، ولا بكلمتين حلوين تشليتي. هذا طفل الله لا يكبره. يا هند يا هند يا حبيبتي، إذا كان مشان كلمتين عم بحكيهم مع الطلاب عمل لي هالرعبة على بكرة الصبح. كيف إذا بلغت الإدارة عن أي شيء عنه شو كان بيعمل؟ بدك صراحة كان فقالك الموتوسيكل كلها حدينتك أنت ونايمة. لا هند دخيلك دخيلك، أنا كتير بعزك هالنود. شوفيلي شو مطالبه، أنا مستعدة وافق علي على بياض. خلص ما تخافي أنا رح أحكي لك معه عن إذنك. هلا الله معك الله معك. يا تعطيلي أنا إذا صار نصيب وتجوزت ما رح يجيني ولاد، والله لحملك كل المسؤولية يا إبراهيم النحس. لك يا أبو عبد ما بدي أزعل، معقول كتير تكون أنت منك دافع على القصة ومفتكر حالك إنك دافع؟ ما مزبوط، أنا بمحلي كل يوم بقبض ألوف الليرات وبدفع الألوف، بعمري ما غلطت. قيم جلوس. وشني المهذبين. يلا لشوف كل واحد ممكن يفتح كتابه ويبلش بدرسه. تفضل استاذ. نعم استاذ. بلشنا من قبل الضوء استاذ، ما بعدك فايت من برا. شو معك سكري؟ لا في مشكله ولازم تساعدني فيه. وشو هي المشكله؟ انا من شهرين ما دفعت قسطين المدرسه مع بعض. مزبوط، وانا كنت موجود. شفت انه انا ماني غلطان؟ اليوم حضرة النظرة بتقول لي لازم يجيب القصص وإلا بكرة ما لك مدرسة. مزبوط يا بابا، ولازم ترجع تدفع. طب إيش بك؟ ساعة مع ستي ساعة مع سيدة. ولو يا بابا ما أنت وحدك بس اللي حتدفع، كل الطلاب حيرجع يدفع من جديد. بس أنا دافع. وأنا دافع. وأنا دافع كمان. وأنا جوزي دفع لي عن السنة كلها. مزبوط، بس وقت اللي دفعته أنتو كان الدولار واطي، هلا ارتفع الدولار لازم ترجعوا تدفعوا الفرق. ايش اسمعوا من لحكي. ما عجبك هالحكي؟ لا. ليش ما عجبك هالحكي؟ لانه لازم ترجعوا تدفعوا كمان من جديد، لانه عاده الواحد بيدفع بالمدرسه وقت اللي بيحصل حدث. اولا انضرب بيت الناظرة ولازم ترجعوا تدفعوا من جديد. ليش نحن المسؤولين عن بيت ضرب الناظرة؟ طبعا انسرق بيت المدير ولازم ترجعوا تدفعوا من جديد. هلا إذا المدير انسرق ضروري نحن نعوض عليه من جديد؟ طبعا، لأنه المدير يا أبو عبد المدير بيمثل الإدارة، وأنتوا الظاهر عليكم ما قريتوا شو مكتوب على باب الإدارة. شو مكتوب على باب الإدارة؟ الإدارة غير مسؤولة عن السرقة. هيدي بيكتبوها يا أستاذ إذا تركنا أغراضنا هان أو هان. لا، هيدا البعد الأول. اما البعد الثاني فاذا انضرب بيت الناظرة لازم ترجعوا تدفعوا لحتى تعمروا، اذا سافر المدير لازم ترجعوا تدفعوا لحتى يرجع، اذا الاداره كلها قررت تروح تشم الهواء برا لازم تدفعوا انتوا لحتى هم يشموا الهواء. دخلك وانا اذا انسرق بيتي مين اللي بيدفع لي؟ زملائك الطلاب. والله ايه. انا من يومين انسرقت سيارتي، تفضلوا ادفعوا لي حقي. ما فيها شيء، قدم حضرتك شكوى للإدارة ومن بكرة بتشوف كيف ثمن سيارتك بينضاف على الأقساط المدرسية. ايه بس هيدا مش إنصاف. وشو هو الإنصاف؟ إنه أنتوا تتعلموا وما تدفعوا ونحن نعلم وما نقبض؟ ايه والله، عرقوش ما قال هيك، عشو ارتفعوا الدولار رفعوا الأقساط. أبو عبد، ليش عندك بالملحمة لما ارتفع الدولار ما رفعت اللحمة؟ لا هيدي شيء وهيدي شيء. هيدي شيء وهيدي شيء. لا كلها شيء مثل بعضه. أنا ما بدي أدفع. لا أنت غصب عنك وحتدفع. على فكرة بطمنكم في عنكم كمان قسط جديد وحتدفعوه. لشو هالقسط جديد؟ مشان الطلاب تروح تشم الهواء وتشوف أماكن السياحية. ليش لوين ما تكون تاخدونا؟ على كل الأماكن السياحية، ومن الضروري جدا إنه طلابنا لازم تطلع برات المدارس وتشوف بلادها، يعني لازم تشوف سهولها، جبالها، أماكنها الأثرية، أماكنها السياحية، تشوف كل بلادها شخصياً. وقديش لازم ندفع؟ ما كتير، 500 ليرة بالشهر على كل طالب.
استاذ وهيدي الرحلات المدرسيه وين بدكم تاخذونا اذا الواحد بهالايام ما قادر يوصل لبيته؟ ما تخاف يا بابا، حناخدك على كل الاماكن الاثريه اللي بالبلد. يعني قلعه سور؟ خلص حتشوفها. وقلعه صيدا؟ كمان حنفرجيك اياها. وقلعه بعلبك؟ حنخليك تشوفها. يعني قلعه جبال؟ كمان حتشوفها يا بابا. قلعه شقير؟ نعم. قلعه شقير؟ كمان حتشوفها ونفرجيك اياها. حنفرجيكم كل الاماكن الاثريه. بس اذا تفضل. ايدا الاستاذ راح يجننا. ليه عجن يا بابا؟ ما معك تدفع؟ لا انا ماما راح جن لانه ما معي ادفع، انا راح جن لانه كيف بدنا نقدر نشوف كل هالاماكن الاثريه والطرقات مقطوعه ولو بالصور. راح نشوف اماكننا الاثريه بالصور وب 500 ليره. لك اشكر ربك انه بعد في صور. مين اللي قال لولا سواد الليل ما طلع النهار؟ عرفته عرفته. مين يا شفيق؟ الله يرحمه. يعني أنا إذا ما كنت غلطان كان إلي صاحب قديم يقعد معي بالقهوة وهو اللي كان يقول. شفيق أنا قصدي الشاعر اللي قاله. لك يا عمي ما هو صاحبي شاعر وحافظ كل الأشعار المكتوبة بالكتب. شفيق رح حايل لك السؤال أنا. تفضل. الشاعر اللي عم نحكي عنه كان مشهور بشعره، مشهور بركوب الخيل، ومشهور بلونه الأسود. لك ما هيدا هو صاحبي يا معلمتي، هيدي أوصافه، شو جاي تعلميني عليه؟ لك يا شفيق فتح دينك منيح، خليك معي على الخط. نعم. صاحبك كان يقول الشعر فهمنا، بس اللي كتب الشعر واحد غيره، واحد مشهور بشعره بفروسيته بلونه الأسود وبالعلامة كان يحب وحدة كان اسمها عبلة. ما على علمي كان يحب حدا. الله يرحمه مات وحسره بقلبه حدا يحبه. ولا انت رح تدوب لي قلبي، نسيلي صاحبك شوي. الشاعر عم بحكي عنه مات من شي 2000 سنة تقريبا. مات من 2000 سنة؟ ولا كيف الايام عم تبرم؟ ولا والله كأنه مبارح. لك سكوت سكوت خلص خلص ما بقى بتجاوب. مين بيعرف؟ مين بيعرف اسم الشاعر عم بحكي عنه؟ باردون مادموزيل، سيل بو بلي اذا ما بيصير سألي، ممكن تقولي لي اول حرف من اسم خطيبته؟ عم تضحكوا؟ ولا ليبي؟ لا رح اعطيك الاسم كله. ميرسي. عبلة. Très gentil, Abla. Mademoiselle, je vous en prie, ممكن تقولي لي le premier mot من اسم عائلته؟ يا يوسف، عائلته مش مهمة، هو كان مشهور باسمه، وبشعره، بفروسيته، وبلونه الأسود. مين هو؟ شعره، فروسيته، لونه الأسود، مين هو؟ مادموزيل شوكولا راس العبد؟ راس العبد اسم شاعر يا يوسف؟ مطبخك وبا حبيبتي. ليه ليه شو لكان اسم شاتو بغيان افيك دون بون دو تير؟ انت بتعرف شو جاي عبالي اعمل هلا انا؟ جيسو هي عرفتها مادموزيل. شو؟ تضغ براسك بالحي. صح؟ كيف عرفت هاي دخلات؟ هاي هيني حبيبتي لكان مثل سؤال عن تي. حضرة المعلمة شو بدك انت يا فريد عصرك واوانك كمان؟ الله يخليكي بس تخلص المدرسة فيكي توصلي معي شوي على البيت؟ على بيتكم؟ نعم. وتفهمي مرتي ايش صار معنا امبارح بالمدرسة وايش سبب المشكلة؟ طب ليه ما بتقلها انت؟ قلت لها ما صدقتني وقلت لي نهار اللي بتجي مضروب مالي حسابك بدك ترجع تاكل قتلي تاني مني بالبيت. ولو لك يا جان، طب انت بلا شخصية لهالدرجة كمان؟ الله وكيلك شخصيتي موجودة بس مأسوفة العمر شخصيتها أول. يا عيب الشوم على الرجال، يا عيب الشوم على الرجال. هيك اليوم تكل قتلة؟ لا حرام واحد يحمل ضميره ما دايما بس وقت اللي بيطلع خلقه. وامتى بيطلع خلقه من غير الشاب؟ كل ما تشوفني بوشه. يا دلالي طب وين بيتكم؟ هون هون حد المدرسة ضربة حجر.
طيب اذا خلصنا المدرسه اليوم بكير انا بروح معك على البيت. الله يوفقك. بدك شيء ثاني؟ تبقى فهميه بينك وبيني انها تخليني نام بالبيت. مش انت ما بتنام بالبيت؟ وحياتك يا حضره المعلمي من ليله الزواج ما بتخليك تنام بالبيت؟ وين بتروح بتنام؟ كل ليلة بنام عند صاحب من صحابه. طيب وهي بتنام هيك لوحدها بالبيت؟ ليك الجيران بيحكوا كتير بس أنا واثق من إنها شريفة ومخلصة وبتحبني. من شو دخلك واثق لهالدرجة إنها شريفة وبتحبك؟ ما أنا كل يوم ببعت صاحب من صحابه يراقبها ويسهر عندها بالبيت. ببعت اصحابك لعندها؟ ايه بيسهر عندها لوجه الضو بس يرجع بيقول لي الموت مر ما اجى حدا. اقعد والله ما اهبل منك الا اللي جوزك. يحل عني بقى ضيع لي خلقي. خلاص كت انت خلاص سكوت سكوت ولا حرف. اماليا؟ نعم. شو كان عم بيقول لك؟ عم بيطبقني من جمعه بده يتجوزني. يا بيرو ستني مجوزه بدك تتجوزها؟ شوفي يعني ما هيك هيك انا بدي اتجوز. اذا هيك هيك بدك تتجوز. ما لقيت تتجوز الا اماليا؟ ما غصب عني حبيت. حبيتك؟ ولي عليك ولي عليك وعلى ذوقك ولي صمت 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 وما لقيت تفطر الا على بصلي. انا بنظرك بصلي يا استاذ. انا قصدك عم بقول هيك قدامه مشان هو يكرهك فهمتي؟ اه فهمتي خلص. انه من كل المدرسه ما لقيت تتجوز الا وحده قد امك. شو قد امك؟ شو بك حتنزعي القصة أنت كمان؟ شو بك؟ اسكتي. وكنا عم بقول هيك مشان حتى يكرهك ويدور على وحدة تاني غيرك فهمت؟ شو عم توشوشها أنت؟ شو عم توشوشها؟ ما أنا كنت عم وشوشها أنا بيرو، ما وشوشتها، بس أنا كنت عم طبق لك إياها مشان تتجوزك. طبقت؟ طبقت بس إلها شروط، وشروطها كتير كتير صعبة. ما بهم، أنا موافق. موافق من غير ما تعرف شو الشروط؟ إيه. شو هالحب هيدا الغريب؟ يرو شو؟ هلا إذا أنت تجوزتها لأماليا؟ إيه. إذا تجوزتها إيه؟ إيه. وين حتسكنها؟ مش كن عندها بالبيت. يعني تسكن ببيت جوزة اللي حجوزك إياها؟ إيه أنا موافق. عاد شو بدك أحسن من هيك هو موافق خلص زبطي. يعني بدك تسكن ببيت جوزة اللي حجوزك إياها؟ إيه ما عندي مهنة. ما عندك مهنة؟ عاد شو بدك أحسن؟ طيب ليك بيرو؟ شو؟ طيب انت شو حتشتغل مشان تعيشها؟ بدي اشتغل؟ ايه؟ شو ما جوزها عم بيشتغل بنعيش كلنا سوا. لا حلو كتير. يعني بدك جوزها يجوزك اياها ويسكنك ببيته ويشتغل ليل نهار مشان يصرف عليك وعليها. شو لكن بدك يعني انه يرميها بالطريق يعني؟ لا حق ما بعرف. انا محلك بقبل، بالنسبة لك اوكازيون، لازم تقبلي. ليك إيه. شو اسأل عمتا ما نجيب المحبس. نجيب شو؟ عمتا إلا عمتا ما نجيب المحبس. بدك ترؤيك يا روح حبيبي ما بدي عجل هاي القصة. عارف كيف بدك تطول بالك شوي لأنه نحن مجبورين كمان نسأل جوزك إذا كان بيوافق إنه جوزك مرته ولا لا. جوزك وقت ما جوزك طشطش أنا ما حبيت. مش طشطش؟ طب هلا إن كان طشطش ولا غير طشطش نحن مجبورين نطلب إيده منه. أنا جوزي طشطاش. إيه طشطاش ما تحكي نحن رجال عم نحكي طشطاش أنا ما بعرف ما خلص. هون ما عجبه تبقي تاني مرة تجوزي واحد يعجبه. شو بتجوزي على جوي على جوي أنت كمان؟ سكتي ولا حرف خلص خلينا بالموضوع بيرو. إيه حبيبي خلينا بالموضوع. ليك هون شو بيرو؟ إذا بلكي جوزها ما قبل يجوزني شو بعمل؟ حتى خدها خطيفة. ايه بخطفها. استاذ شو بك؟ لك انت شو بك؟ يي معقول شو عم تحط له بعقله يقوم يصدق ويروح يقبضها جد ويطلب ايدي من جوزي؟ طيب وشو فيها؟ شو فيها؟ كيف شو فيها؟ لك شو فيها؟
شوفي يا ما هي فرصة بالنسبة إلي. اللي بين بيروح لحتى يطلب إيدك من جوزك، جوزك حيشلخ وقتلي، حيتوب ويتجوز بحياته. أنا ماني خوفانة يطلب إيدي من جوزي. لكن من شو خوفانة؟ خوفانة يقوم جوزي لقيها فرصة ويجبرني أتجوزه. إيه ساعتها بيزبط المثل. وشو هو؟ وافق شنون طبقة. شنون طبقة. جام. نعم. قوم على اللوح. تحت أمرك بتأمر. بتقولي لي اقعد بقعد، قوم بقوم، اطلع على اللوح بطلع على اللوح، ايش ما بتأمري بعمل. خلصت المحاضرة جام. بدك اياها تخلص بتخلص. انهز قوم على اللوح. بتموني. علوح اكتب. نعم ايش بتريدي اكتب؟ اكتب اللي حقلك ايه. نعم. كم فصل في بلبنان؟ فصل واحد. هلا بلبنان في فصل واحد يا جان؟ خليها فصلين ما تزعلي جان. نعم. لبنان بيتمتع بأربع فصول مش بفصلين. أنا كنت رح أقولها هاي بس خفت تسفيني. اكتب لكن أربع فصول. فصلين فصلين صاروا أربع. جان تعال تعال. نعم. أرجع أرجع. عدلك فصول السنة لأشوف. فصل القوة. هلا فصل القوات من فصول السنة يا جان؟ وحياة عيوني يا حضرة المعلمة، امبارح سمعت ان قولوها بالاذاعة فصل القوات المتحاربة، ورجعت اكدت لي هالشي مقصوفة العمر مرتها، وقالت لي انه زادوها على فصول السنة الأربعة. طب قلها لمرتك لما بدها تعلمك ما تعلمك غلط على القليلة. حاضر. عد فصول السنة لأشوف. فصول السنة؟ فصل الخريف. برافو. زقفي زقفي لجان. وفصل الشتاء. عظيم. فصل الربيع وفصل الصيف. برافو جان. عفيك ما احليك عديته. ان شاء الله كنت راضي علي وبيقلك وجهي. معلوم. بس هقليك بدي اسألك سؤال اذا جاوبت عليه بتكون. نعم. عظيم عظيم تمام يعني. نعم. بعطيك اعلى علامه. نعم. ماذا يميز فصل الشتاء عن فصل الصيف؟ ما فهمت السؤال. شو الفرق بين فصل الشتاء وفصل الصيف؟ في فرق كبير. ايه شو الفرق لشو؟ الفصلين مضرين. كيف يعني مضرين؟ يعني بالشتاء كل ما اشتريت صبوت جديد وادعس فيه بالمي بعد يومين كبه ينتزل. وبالصيف كل ما اشتري قميص جديدة على العرق تتخزق كلها سوا وبعد جمعة كبة. هيك تبينها. ايه روح لمحلك. جاروح. تحت امر. يلا. بتمون. بقعد محلك بقى. شفيق. بريزان. شو الفرق بين الشتاء والصيف يا شفيق؟ بالصيف منروح على البحر. وبالشتاء؟ ما منروح على البحر. هذا هو الفرق يا شفيق بين الصيف والشتاء؟ لا 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 بعد فيه بعد فيه. بالشتاء بصير كلاوي ويجعوني من البرد. ايه. وبالصيف بصير معي تشويبه بطلع على الجبل. يا قلبي غلط. بالشتاء بنيجي على المدرسة، بالصيف ما بنيجي على المدرسة. هيدي هي بقى أكبر نعمة عند الصيف، إنه بالصيف ما بشوف وجهكم بقى. أنا بقطع إيدي إذا فهموا عليك حرف واحد. لو كانوا بعدهم صغار كنا منقول بسيطة، بكرة بيكبروا وبيندموا، بس بهالعمر أقولكن رح بيلحقوا يندموا. وهيكون إجا حضرة المدير. اتفضل. بونجور. اهلا وسهلا.
تفضلي. أكيد ما عرفتيني. لا ولا أنا. أكيد حضرتك مش جاي تشوفيني. لا ولا أنا. برهوم موجود؟ برهوم؟ شفت إنك مش جاي تشوفيني؟ وشفت إنك بتعرفيني؟ بتعرفي مغير علي شوي، عم بتربي شعريك؟ لا، عم بربي كلب. مره أهلاً. إذا برهوم عم بسأل إذا بعده عم بعلمهم؟ إيه والله بعده. ليه؟ لأني عم فكر أرجع أتعلم. بس ما بفتكر المدرسة عم بتفكر ترجعيك. ليه؟ لأنك بالماضي تعلمتي 3 أيام وباليوم الرابع تجوزتي. ما طلقنا. طلقته؟ برافو. أنت النهار الخامس. مشان هيك المدرسة بعتقد ما بتقبلك. بس أنا ناوي أرجع أتعلم. بس أنا ما ناوي أرجعك. في إلك معي أمينة بتحب تستلميها؟ شو سلة الدين جاي ترشيني فيها؟ نو كارت واسطة. إذا بتحب تلفني لصاحب الكارت ما عندي مانع أبدا. لا هلا رح تلفن لمجلس الإدارة لحتى أتأكد. بكون أحسن. 2 6 7 9 9. ألو، حضرة المدير من فضلك. ألو حضرة المدير. نعم نعم حضرة المدير. لا كل شيء ماشي بالصف تمام. نعم نعم حضرة المدير. حضرة المدير بدي أسألك عن الديموزيل دلال. مدام دلال. مدام دلال. نعم 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 وصلت حضرة المدير. نعم حاضر حاضر حضرة المدير. مع السلامة. أنت نقدر بلش؟ ساعة البتريدي تقبرين. مرسي عن إذنك. لوين من غير شهر؟ بيت على الصف. والبوبي رح خليه معي إذا بعد عني بينقهر. بينقهر ينقهر؟ لك ما حدا رح ينقهر ويطق غيره. أم عبدو شايفة شي؟ ما شايفة. أبو عبد هيدي شو؟ نعم أستاذ. هيدي شو؟ هيدي سيبة. سيبة؟ سيبة. هيدي سيبة. عود محلك يا مصيبة. عود محلك. تفضل سيبة. هاي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أكيد ما عرفتني. ما مذكر. ما بتتذكر من 3 أشهر جيت تعلمت 3 أيام؟ من 3 أشهر؟ ما مذكر. ولا وقتها كنت إجي يوم وغيب يوم. كمان ما مذكر. بالعلامة كنت ألبس الصفينك اللي عنا دايماً إنها حلوة. يا الله يطولك يا روح. ما مذكر. اسمي دلال. انت دلال؟ ايه؟ مش معقول. دلال دلال؟ ايه؟ ما مذكر. ولا بالعلامة أول ما شفتني تفركشت وجيت قادش الأرض. ضروري تذكريني بهالمصيبة هذه. تقلك
اني رجعت على المدرسه. لك اهلا وسهلا بهالطلي. تهلك ست ظريفي شافتك شي؟ وهي بعثتني لعندك لهون. اهلا وسهلا. حضرتك تعرفنا بالاسم بس حضرته مين؟ اربيجي. اربيجي اهلا وسهلا باربيجي. محسوب اكبر هون. اتفضلوا قربوا جاي لهوني. يا اهلا يا اهلا يا اربيجي. ما قلتي لي دموزيل دلال دخلك حضرته شرس شي؟ لا اذا ما رفعت صوتك بوشه او بوشي. يعني ما بيعض؟ لا. وكيف بدنا نعلم يعني اذا كيف ما رفعنا الصوت؟ ما في عندك طريقه تانية؟ بلا في طريقه واحده بس. شو هي؟ نعلمك بالسر. ما بقبل ابدا 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 هند. وحياتك ظريفة انا مش زعلانه مش زعلانه ابدا. يا هند انا بعزك ما بقبل شوفك زعلانه ابدا. انا كثير بقدرك وبحترمك وبعرف غيرتك واندفاعك نحو طلابك. ميرسي كثير ست ظريفة. بعدين عجبتني كثير اليوم كلمتك اللي قلتيها بطلابك وعجبوني اكثر هني لما فهموها وزقفوا لك. ليه عم تطلعي فيي هيك؟ هلا ما تقولي لانه في حدا اجى قال لك. لا انا شفت وسمعت. كنت بالاوضه؟ لا. مين اللي قال لك؟ العصفوره. برافو يا شطوره ست ظريفة. انت عندك سقفية ولا لا؟ عمية. عندك استعداد تقولي لي كيف بتعرفي كل شيء بيصير بالصفوف؟ بخاف تحكي وخصوصي لهيدا اللي اسمه ابراهيم لانه بتنزعي لي كل الاسلوب والطريقه. وحياة عيونك وعيوني انا مستعده موت واخذ السر على القبر. بس لو ما كنت بحبك. تفضلي. شو هيدا؟ هيدا يلي بخليني اشوف واسمع كل شيء. هيدا صفك. هون بشوف كل شخص بالصف وبسمع كل كلمة بتنقال. وهيدا يا حبيبتي صف الأستاذ إبراهيم. بس روح من هون روح من هون روح من هون. الله يخليك يا عمي. شو بك أنت؟ قوم روح على بيتك أنا عندي شغل وأنا ما بصدق أنت بخلص مدرسة حتى روح كمان على البيت. ولا كنت أنا صغار استكترتم فيي؟ بطفي؟ لا لا خليه دخليك. مين هي اللي عم يحكي معه؟ هيدي طالبة جديدة حبيبتي. وضروري تبعتي له اياها له هو؟ نعم لانه اولا هي طلبت هيك وثانيا جايبت لي كارت واسطه. من مين؟ من شوفي التلفزيون افضل. عرفت كيف؟ عرفت كيف؟ يا عمي لا ما عرفت كيف ما عرفت كيف. يعني بطلت تحبني؟ حبيك؟ ايه. ليش انا من امتى كنت حبيك؟ من اول ما جيت اتعلم هون انا بعرف. انا قلت لك انه انا بحبك؟ لا ما قلت لي انك بتحبني. بس ما قلت لي مره انه فستانك حلو؟ جي اسمعوا الحكي. هلا اذا قلت لك فستانك حلو معناتها انه انا بحبك؟ لا شو معناتها؟ معناتها اذا ما حتروحي على بيتك وتخليه يروح على بيتي حبيش لاي كف كتشك الارض. ها شفت انك بتحبني. لك يا عمي اذا كمان ضربتك بكون بحبك؟ ايه فالانسان اللي بحب هو اللي بيضرب. قوم انزلي من هون قوم انزلي من هون احلى ما اجيب لك الناظره لهون. ها شو صباج شو صباج. قوم روح على بيتك. ارفي جيك عدو 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 لحقوني لحقوني ظريفه هنود لحقوني. خلصي ولا بروح انا خلصه؟ انا رايحه خلصه وخلص عليه كمان. لحقوني جيب. شو جيبه؟ قومي هون قومي هون. روح كذب اللي قال انه الحب بينقلب لعداوة. خدي من هون. جبان ولك ألف كلمة جبان ولا كلمة عضو كلب. خدي لا ما حبنزل لا ما حبنزل. وإذا ما حتروحي حعيط لحضرة الناظرة تفك رقبتي. ظريفة؟ ايه ظريفة ظريفة بتخوف عشرة مثلك ومثله. تعال شو تعال لو
هنود هلب مي هلب. مادموزيل عملي معروف، خدي الكاب وظهري لبرا. شو بخصك انت؟ مادموزيل عم قلك عملي معروف، خدي كلبك وطلعي لبرا. مين حضرتها؟ حضرتها بتكون زوجتي. زوجتك؟ نعم زوجتي وحبيبتي وتاج راسي ماي فيوتشر. فكرتك بعدك عزيزي. لا تجوزت. لو عرفتك تجوزت ما كنت رجعت على المدرسة. يلا يلا أربيجي قل له باي باي لعمك وتعال. يلا دير بالك على التونت. ايه عمو أربيجي باي أربيجي باي أربيجي. هنود يا عيب الشوم عليك أربيجي. يا عيب الشوم عليك. ليه حبيبتي شو عملت؟ شو عملت؟ ولو تلميذة عندك بالصف عم تتحركش فيها؟ أنا تحركشت فيها؟ وحياتك لو ما معها كلب لكن فكيت رقبتها. مش عيب عليك تقول لها فستانك حلو؟ فستانك حلو؟ مين قال لي؟ ولو العصفورة. العصفورة؟ هلا العصفورة صارت عم بتقول لك لإلك كمان على الأخبار؟ عن إذنك يا سوفاج. سوفاج؟ قد الظاهر بينه وبين ظريفي ما حتطلع لي العصفورة إلا لإلي. أربيجي هنود الحمد لله على سلامة. مبسوط هلا؟ كل أهل المنطقة شافوني راكبة على الموتوسيكل. شو فيها؟ ولو معلمة طويلة عريضة عم تصير. طب شو فيها؟ ما أنا كمان معلم طويل عريض وعم تصير. أنت حر. شوفي هنود ما تعندي بشرفي إذا بتعندي بكرة بالزواج ما بعمل لك برمة العروس إلا على الموتوسيكل. برمة شو؟ العروس يعني إذا تزوجنا. إذا إذا طلعيني معي. هنود 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 مرحبا عفو. هيدا انت؟ شو يعني هيدا انت؟ شو ما عاجبك؟ شو بك هيدا انت؟ وين معلمتي؟ فاتت تنام. من هلا فاتت تنام؟ من يوم ما تعرفت عليك ما عادت نامت لا بالليل ولا بالنهار. عفو؟ نعم. ليكي كيفك انت؟ منيحة منيحة. مبسوطة؟ كتير. شو هيدول؟ هيدول حلق لعفو. يا الله شو حلوين. شو معذب حالك؟ كلك ذوق. معلش. عفو؟ نعم. معلمتك وين؟ عم تتعشى جوا. فوت. عم تتعشى؟ مش نايمة. وعدت لها انه انا فتحت لك. لا بس بلكي سألتني شو بدي اقول لك كيف فتت؟ من الشباك. الا من الشباك. من الشباك؟ وبتقولي لي منك سريلانكي. سوري تأخرت على العشاء. شو مفكر هون مطعم؟ لا حبيبتي بيت هون. سالي ميزو شو هلا فتحت لك عفيفة؟ يا عفيفة يا حرام ما شفتها. لا ليه؟ لكن منين فتت؟ يعني بدك شو قلت؟ اي قلت بدك تقولي فتت من الشباك. شفتك عفيفة؟ عفيفة؟ لا ما شفت. ليه؟ أحسن ما تاخذها خاصة نسيت تفوت وتطلع من الشباك. عفيفة. معلمتي انت عيطتي لي شيء؟ انا عيطت لك عفيفة؟ ما بعرف بس سمعت شيء مثل عفيفة عفيفة هيك شيء. مزبوط هدول عصافير بطني عيطوا لك لانهم جوعانين. لك ما تكرم عيونك انت. ما تخاف اكلتك قيمتهم على جنب. كتري لي اللحمة لانه قدامي زواج وتعب. لك ما تكرم عيونك. شو مطبقة للبنات؟ ابدا ليه بتطبقة؟ كل الاشياء اللي شايفتيها بجوز حلق. شاري لك جوز حلق؟ طبعا كيف بدي اعرف شو عم بصير بغيابي بالبيت حبيبتي؟
عارف من الليل رح اشحطها، بكره رح اجيب وحده غيرها. اه بدي اشتريها انا بشغلها عندي. انت بتشغلها عندها؟ مش قادر تدفع لها معاش اصلا؟ مش قديش بتاخذ هي؟ بتاخذ قد ما انت بتاخذ من المدرسه عمرتين بس. شو؟ مرتين بس قد ما عاشك عمرتين. هنود ولا شو نحن عم نتعذب ونتعلم ومنعلم ونتسقف ومنسقف؟ شو رايك نشتغل صناع؟ مش اريح واربح؟ يا اهلا الست وين؟ تفضلي بك شيء جوا. يا عمي هالبنت رح بتجنني، هي خبرتني انها تزوجت والناس عم بخبروني انها ما تزوجت، مين السادق فيهم؟ الناس. ناس؟ يعني بنتي كذابه ما تزوجت وينها؟ جوا مع الاستاذ. مين الاستاذ؟ الاستاذ جوزة. يا أمي يا الناس جنت يا أنا جنت. شو بك يا أمي؟ شو بك يا بيي الموشي؟ ماما عدل شو؟ ماما بيي بشي؟ لا أنا اللي بنشي. شو بك؟ سأليني اليوم شو؟ شو؟ سأليني. طيب اليوم شو؟ اليوم الخميس، بكرة الجمعة، بعده السبت، وبعدين الأحد والتنين والتلاتة والأربعة، السنة 12 شهر والشهر 30 يوم واليوم 24 ساعة، مزبوط؟ مزبوط. أنت؟ أنت كمان عم تدرسي تتعلمي بالمدرسة؟ لا لكن بيظهر أني خرفت وما عندي خبر. ماما شغلتي لي بالي هلأ، شو القصة خبريني؟ يا بنتي يا حبيبتي حكيني بصراحة، فهميني انت مجوزي ولا مش مجوزي؟ صراحة ايه انا مش مجوز. يي 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 دي رراري راري ترارا رراري مش هيدي رقصة الفرح يعني زواجك مش مظبوط وانا مش مجنوني وانا مش مجنوني. مين اللي قال عنك مجنوني؟ مين؟ وحضرته مين بيكون لكين؟ يا أمي زميلي بالمدرسة. يعني مش جوزي؟ لا مش بجوزين؟ طبعا لا. دخلات عشو قدي عم ترقص كمان؟ خي ريحتيني يعني مش مجوزين؟ لك لا ولك هم ونزل عن ظهري. ليش كنت مفكر حالك مجوز؟ ولك بنتك من كتر ما الناس مل عليا قوية قنعتني انه قال انا شو جوزة وما عندي خبر. حياتي. طب انا عرفت الحقيقة اتنيناتكم منيح. تفضلوا اقعدوا. انا يا ماما حقيقة اني جبرت اكذب هالكذبة قدامك قدام بي هذيك المرة لانكم بدكم تجبروني اتجوز عماد. واذا بعد بتجيبوا لي سيرته بدكم تجبروني اتجوزه رح اتجوز اول رجال بلتقى فيه حتى لو كان ابراهيم. شو يعني حتى لو كان ابراهيم؟ شو انا حرف ناقص بنظريك؟ هلا مش وقتك انت عم تفهم مع امي. فهمتيني ماما؟ خلص يا بنتي اذا كان عماد هو اللي مهربك ومخوفك عماد اليوم على بكره ضبط شنطه تيابه وهاجر. يلا احسن. هاجر؟ ايه سافر لبرا. شفتي هذه نتيجه القتله طبعا امبارح. ليش ضربته؟ شو ضربته؟ كسرته. قلت له بنصحك تهاجر لانه وين ما حشوفك بدي افكر ابدا. وهند عرفت؟ عرفت؟ ما أنا ضربته كرمالة. مش حرام عليك تخلي الرجال يضربوا بعضهم؟ لك شو بدك بالحكاية دي؟ بنتك كتير مشرانية، صدقيني مشرانية كتير. شوفي شو عملت يا حرام اليوم بظريفة، جننتها جننتها لظريفة. أنا؟ إيه أنت لكن أنا؟ إبراهيم. نعم. تعرف طريق الباب؟ من هون؟ إيه. أوكي بونوي. خلينا سهرانين. لا حبيبتي يعني خلينا نروح بكرامتي أحسن ما نروح شخط. شو مش حطي للرجال؟ ماما هو معود ما بيروح إلا شحط، شو بدي أعمل له؟ مش حرام عليكي؟ ما بدك إيه لشو تستغليه؟ كأمي طيب هلا صدق حاله أنه جوزي مثل ما أنتو صدقتوا أني أنا مجوزة كمان؟ مش أنت اللي كذبت علي مثل ما كذبت علينا وخليتينا كلنا نصدق كذبتك؟ يا أمي كانت كذبة بيضة والتوبة توبة إذا بعد بعيدة. وليه على عيونك؟ شوفي ولنفتت؟ ما في شيء حبيبتي من الشباك وظاهر من الباب. شوفي فلنخلك شو الفوتو هالطلعة هاي؟
لانه نسيت اقول لك تصبحي على خير. انت بخير. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.